مصر رفرف على أطول سارية على مستوى العالم، واحتفالا بذلك أقامت القوات المسلحة مهرجان ضم عديد من الشخصيات الفن والفكر والثقافة. بنجهز من ساعة ما قامت الثورة الحمد لله، يعني احنا عمالين بنعمل في فقرات وطنية وجميلة جدا جدا، يعني يمكن هي اختاروا بس الفقرة ديت عشان الوقت بتاع الحفلة هنا مش هيسع على حاجة. كان صعب جدا، احنا هنا من الساعة 8 الصبح والطلبة مشتركين معنا من جميع مدارس الجمهورية سواء من محافظة الجيزة أو محافظة القاهرة، وطبعا من كل مدارس الإدارات، وكلهم موهوبين، كلهم أصوات سولو والحمد لله. احتفالية بقالها أكثر من سنة بنظمها في إنشاء البرج، والحمد لله ربنا وفقنا النهارده بيتوج، وبيتوج يمكن في تاريخ جميل جدا ان احنا بنختم شهر اكتوبر شهر الانتصارات، شهر الانتصار والعزه والكرامة للشعب المصري، بنختمه بحدث كبير زي ده، ان احنا بنرفع اطول علم على مستوى العالم. احنا ان شاء الله داخل في موسوعه، لان الدوله اللي قبلنا هي طاجيكستان وطولها 165، احنا 174 متر. حريه المصريين شيء لا خلاف عليه، ورفع علم مصر عاليا اكبر دليل على الحريه اللي حصل عليها الشعب المصري. انجي خالد، نهارك سعيد.